تعد الحرب العالمية الثانية كارثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، وقد دخلت هذه الحرب أكثر من 80 دولة ومنطقة في العالم بتعداد سكاني يقارب ملياري نسمة. وقد مثلت الصين مسرح هذه الحرب الرئيسي في آسيا، ونجمت عن هذه الحرب خسائر بشرية بلغت 35 مليون قتيل. فكيف واجهت اليابان وألمانيا المسؤولية عن تلك الحرب والعبرة المستوحاة منها بعد مرور 70 عاما على ذكرها؟ في عام 2014 ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابا في جامعة تشينغهوا الصينية، حيث قالت إن التاريخ واضح للجميع، ومن واجب كل ألماني أن يعيد النظر فيما فعلوا وما لم يفعل في الماضي. لكن ألمانيا كانت صائبة عندما أولت التاريخ أهمية كبيرة، ولن نترك الأجيال القادمة تكرر الخطأ نفسه. لقد قدمت ألمانيا بعد الحرب تعويضات للدول والشعوب المتضررة بلغت قيمتها 100 مليار دولار، كما قامت بالتعاون مع بولندا وفرنسا بكتابة كتب مدرسية للمراحل الإعدادية للتاريخ. وقد قدمت ألمانيا بعد الحرب تعويضات للدول والشعوب المتضررة بلغت قيمتها 100 مليار دولار، كما قامت بالتعاون مع بولندا وفرنسا بكتابة كتب مدرسية للمراحل الإعدادية للتاريخ. وفي عام 2005 وفي الذكرى 60 للحرب العالمية الثانية تم تشييد نصب تذكاري لمذابح الحرب وسط مدينة برلين، وقال المستشار الألماني شرودر: لقد أصبحت النازية والحرب التي تلقتها والمجازر العرقية التي نجمت عن ذلك وذكريات العنف تلك جزءا تعترف به أمتنا. وبعد 70 عاما حققت ألمانيا الخلاصة الذاتية وأصبحت إحدى أهم الدول التي تقود أوروبا اليوم. أما اليابان بسبب عبث كتب مدرسية وخطبها اليمينية وزيارات معبد ياسوكوني، حيث قبور مجرمي تلك الحرب لا تزال توجد بينها وبين جيرانها الآسيوية صدمات بين حين وآخر. وفي عام 2014 قام مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي بتغيير تفسير المادة التاسعة من الدستور إلى تفسير جديد، وقد شدد انتباه العالم ما إذا كانت اليابان قد غيرت من طريقها ومسلكها التنموي القائم على السلام. وفي أغسطس عام 45 كان اليابانيون يكتمون أنفاسهم ينتظرون أول خطاب للإمبراطور، ولم يكن سوى القلائل الذين يعلمون أن بلادهم قد هزمت في الحرب. 我们一般人认为8月15号日本投降了，其实天皇的讲话里头没有谈到一点关于投降战败的概念，没有任何一个这个概念。 وقال الإمبراطور إن الوضع العالمي الراهن ليس في صالحنا، وقد استخدمت دول التحالف تلك القنبلة القاسية ضدنا، ومن أجل أمتنا العريقة نجد أنفسنا مضطرين لقبول الإعلان الذي أصدرته الدول الأربع وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي، وتأكد الحفاظ على الهدوء في الحرب. 等于说，他对这个战争仍然没有任何一点的反省，觉得这个战争是。 وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية وقع الجيش الياباني المحطم الأمل ضحية التهور الهائج للإمبراطور، وسعت الولايات المتحدة لإقناع اليابان من خلال طرق دبلوماسية بالاستسلام غير المشروط.
因此，这个美国和日本两军在太平洋上激烈厮杀的时候，实际上在这个瑞士的这个森林里面或者这个酒馆里面，美日两国代表其实一直在谈判。谈到1945年5月，美国驻瑞士的这个总代表杜勒斯向日本海军派驻瑞士的谈判代表讲了一个条件嘛，就是日本还要接受无条件投降，但是美国一条谅解，就是可以保留天皇制。وفي 30 من أغسطس عام 1945 وصل قائد قوات التحالف مايك آرثر إلى مطار أتسوغي بمدينة كاناغو اليابانية، وبوصفها الدولة التي احتلت اليابان بمفردها. وقد شهد قائد قوات التحالف مايك آرثر في ساحات القتال القوات اليابانية التي تهدف دعما للإمبراطور، وقد قامت اليابان بوضع دستور السلام، وهذا الدستور لا يسمح بالاحتفاظ بالجيش ولا يعترف بحق الدفاع عن النفس. وقد مثلت هذه الصورة التي تجمع بين قائد قوات التحالف والإمبراطور الياباني صدمة لا يمكن وصفها، مما جعل اليابانيين يتأكدون أنهم أهزموا أمام الولايات المتحدة تلك الدولة القوية، وظهور الإمبراطور في تلك الهيئة الضعيفة التي عرف بها ذلك الإمبراطور قديما. أما آرثر فقد قرر استغلال سلطة الإمبراطور لمساعدة أمريكا لسيطرتها على اليابان بسلاسة. لقد حكمت محكمة طوكيو العسكرية الدولية بمسؤولية رئيس الوزراء الياباني في تلك الفترة توجو، الذي أطلق تلك الحرب والذي لم يعد رئيسا للوزراء آنذاك بمسؤوليته عن تلك الحرب. 当年的很多国家也提出来应当审判天皇，天皇是最主要的责任嘛。1945年前的天皇是一个国家大元帅的天皇，他是有权利的。所以东条英机在被抓起来的时候，一开始在他的言论里头还曾经讲说，我们都很尊重天皇嘛，天皇是我们的最高的元首嘛。وقد أثار انتباه رئيس المحكمة جواب توجو، وعليه بدأ السادة اليابانيون بمحاولة تضليل الرأي العام، وصفوا الإمبراطور أنه دمية، وخرج وقتها مسؤول أمريكي وبعث برسالة ما إلى توجو. 所以下面就给他帝国信息是说不要这么讲了，你应该把所有责任揽到自己身上。所以东条英机呢，以后就改变了讲话了，就说啊，一切都是我来做主，我来承担。那么这种情况下就造成一个思想上的很大的混乱，究竟谁是责任？是谁有战争责任？وفي عام 48 كان ستار يسطل على الحرب الباردة في أوروبا وأسيا، وقرر الأمريكيون جعل اليابان ما يسمونه حصنا معاديا للشيوعية في آسيا، وخرج الحكم النهائي لمحكمة طوكيو الدولية. 西方不是这样子，在纽伦堡审判呢是审判了多次，审判的罪犯呢很多，东京审判25个人结束之后就停下来了。那么原来被作为甲级战犯的嫌疑人抓起来的，其实当年有100多人呢，那么以后陆陆续续全都释放了。وفي عام 50 بدأت حرب الكوريتين، وفي العام التالي وقعت اليابان والولايات المتحدة المعاهدة الأمنية، وأصبحت اليابان شريكا لأمريكا في آسيا. قامت اليابان بعد ذلك بطباعة ونشر وصايا توجو وغيره من مجرمي الحرب وغيرها من المخطوطات ذات العلاقة. وفي عام 53 أعلن وزير الثقافة في حكومة شيجيرو يوشيدا أمام البرلمان الياباني قائلا: لست بصدد الحكم على الحرب الآسيوية، لكن أقول إن اليابان خاضت حربا لمدة 4 سنوات مع 4 دول هي الأقوى في العالم. وفي الوقت ذاته صعد إلى الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اليابانية العديد من مجرمي الحرب. أحد هؤلاء هوكيشي موبوسوك، وهو أحد المشتبه فيهم بارتكابهم لجرائم حرب، وهو جد رئيس الوزراء الياباني الحالي شينزو أبي من أمه. خلال الحرب كان يمثل سلطة اقتصادية في دولة مانجوغو، وكان تولى الشؤون الاقتصادية والعسكرية لليابان خلال فترة حكومة توجو، وقد شارك في عام 55 في تأسيس أكبر حزب محافظ في اليابان، وهو الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتم انتخابه كرئيس الوزراء 2 عام بعد ذلك.
وكان أهم مطلبين سياسيين خلال فترة حكم كيشي هما تغيير الدستور والمعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية. وفي يونيو عام 60 خرج 6,500,000 ياباني إلى الشوارع معبرين عن معارضتهم لهذه المعاهدة، وتجمع أكثر من 300,000 من الجماهير حول القصر الحكومي، وكان كيشي يشرب الخمر في بيته خالي البال. وفي هذا الوقت كان شينزو أبي البالغ وقتها من العمر 6 سنوات كان جالسا بين يديه. كان كيشي يقترح تعديل المعاهدة لجعل اليابان تتخلص من صورة الدولة المهزومة في الحرب. أما شينزو أبي ففي ذاكرته أن الأحماض النووية السياسية له قد ورثها من جده كيشي. 日本永久戦犯の岸さんが総理大臣になってんの。ドイツなんかでは未だにナチスの犯罪、それからユダヤ人虐殺の罪を追っかけているわけです、ずっとね。 قد واجهت ألمانيا نفس الظروف التي واجهتها اليابان، حيث انهارت الدولة وكانت الشعب منهمكا في إعادة بناء الدولة، حيث لا وقت للمسايرة عن المسؤولية عن الحرب. 刚刚经历完二战那一辈人，他们认为这个审判，会认为就是胜利者对失败者的审判，所以他们认为这个审判本身是不公平的。他们也认为对德国来讲，现在最大的任务是进行经济建设、完善主权，这历史问题有争议，或者说我们不去提它。 ولكن في الستينيات من القرن الماضي وبالفعل أن ألمانيا أسست منظومة قانونية متكاملة بعد الحرب، تواصل بعد ذلك ملاحقة مسؤوليات عن الحرب على المستوى القانوني. 63年到65年之间进行了奥斯维辛的大审判，在这个过程等于就是说把大量的这种屠杀犹太人的丑行曝光于世了，这对于整个社会的冲击是特别大的。对于年轻人来讲，这是他们从来没有想象到的事情。 居然自己的父辈做出了这么就是丑陋的这个行径，所以他们开始觉得羞耻，所以他们就很勇敢地站出来，要清算这些、反思这些曾经犯下的这些恶行。 Mostly all families, the family gathered and looked what happened. The children attacked their parents. The parents defended them. There was a lot of crying, weeping. How can you come to terms with the feeling of being guilty for the crimes of your parents? وفي عام 68 قامت صحفية ألمانية تدعى كلارس فيلد بصفع العضو السابق للحزب النازي أمام الجماهير، والذي كان يتولى منصب رئيس وزراء ألمانيا الغربية وقتها. وفي عام 79 ألغت ألمانيا الحد من الملاحقة القضائية في حق مرتكب جرائم الحرب النازية. وفي عام 2009 ظهر فيلم من إنتاج ألماني أمريكي كان تحت العنوان القارئ، حيث التقت بطلة الفيلم أحد أعدائها في المحكمة، وكانت البطلة قد تم استخدامها خلال الحرب إلى مخيمات المعسكرات النازية لتولي مسؤولية الحراسة. وقد بحث هذا الفيلم في مسألة ما إذا كان يجب معاقبة مواطنة ألمانية بسيطة مخلصة لعملها، وكانت الإجابة بالتأكيد، حيث أن كل شخص يجب أن يتحمل مسؤولية خلال الحرب. لكن كيف مر المجتمع الياباني بمرحلة الاعتراف على مرحلة الحرب تلك؟ 日本其实某种意义上，他们很多人有说不出来的一种冤屈的心理的。日本人回忆起这场战争的失败的时候，会渲染两颗原子弹。日本人会渲染东京大空袭，有各种各样的纪录片来表现这种东京大空袭，他会不断的表现这种的场面。وبالنسبة للكثير من اليابانيين، فقد هزمت اليابان وهي تحاول توسيع نطاق المعركة، وكانوا المتضررين الأكثر من تلك الحرب. وعند انتهاء الحرب رفع رئيس الوزراء آنذاك إيقا شيكوني شعار توبة 100 مليون شخص.
都要忏悔，我们为什么把仗打败了？你看他忏悔，他思考的一个战争责任不是如何发动战争的责任，是把战争打败的责任。ومع مطلع خمسينات القرن الماضي شهد الاقتصاد الياباني نموا سريعا حيث انتعش من وضع ما بعد الحرب والهزيمة بشكل ملحوظ. وقد صرح كاميكو كيكاماسو الذي سبق أن لعب دورا دبلوماسيا مهما في فترة الحرب، صرح بشكل معلن أن مجرد تأكيد على مسؤولية الحرب لن ينجم عنه سوى جعل الأمة اليابانية أمة تشعر بالنقص. 日本的话，它主要是因为它的官僚体系，它以前的政治体系，其实并没有被摧毁的。美国人虽然说在日本，它按照他们的体系也重构日本的政治体系框架，但是它的政治生态是没有变化的。以前的那些人改嘛还改嘛，他基本上，而且日本它这种军国主义思想，它不是说像德国纳粹时间那么短，它这种军国主义思想，它从明治维新之后就一直存在。那么大東亜共栄圏という考え方、だから当時の その非常に苦しめられていた、そのアジアの人たちを自分たちが解放したと思ってる奴がいる。そういうことを本気で考えてるのはまだ日本にいるんですよ、僕らも。 لكن حرب فيتنام التي اندلعت عام 60 جاءت بتغيير، حيث أن الصور والمشاهد المؤلمة جعلت الكثير من اليابانيين يعيدون التفكير في مسؤوليتهم عن الحرب. 这个时候他们就想到另外一个问题，当年日本军队在中国不也是这么一种状态吗？所以在他们在想，我们现在在反省战争的时候，光讲说战争给我们带来很多灾难还不够，我们还没有意识到我们自己的 这个叫做加害。 لكن تفكير هؤلاء المثقفين لا يمكن أن يؤثر على الذين في السلطة اليابانية. ومنذ انتهاء الحرب وحتى اليوم حكمت اليابان لمدة 50 عاما من طرف الحزب الأكبر محافظة، وهو الحزب الديمقراطي الليبرالي. وهذا الحزب لم يعهد منذ تأسيسه وحتى اليوم إلى دعوة اليابانيين إلى إعادة النظر في تلك الحرب. وفي عام 72 قام الرئيس الأمريكي نيكسون بزيارة الصين، وتولى تناكا رئاسة مجلس الوزراء الياباني، وقام برفقة وزير الخارجية في حكومته ماسايوش بزيارة بكين في مسعى منه لإعادة توطيد العلاقات مع الصين. 田中角荣本身也是自民党的呀，对吧？政治态度他是右的，没有问题。那么，但是他呢，就觉得哪怕冒着生命危险，也需要和中国改善 وفي أول خطاب ألقاه كاناتا في زيارة الصين عبر عن مراجعة النفس حول الحرب. وفي الحقيقة فإنه منذ خمسينات القرن الماضي بدأت الصين واليابان تبادلات اقتصادية على المستوى الشعبي غير الرسمي، وكان هناك شعور جيد ينمو بين الشعبين. أما الآن فإن السياسيين يجب عليهم مواجهة المسائل التاريخية الحساسة ومحاولة الوصول إلى موقف مشترك من خلال التشاورات المتكررة. وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي ومع انتهاء الحرب الباردة، بدأت الدول الآسيوية المتضررة من الحرب العالمية الثانية مطالبة اليابان بالتعويض. وفي عام 95 وهي ذكرى 50 للحرب، قام رئيس الوزراء الذي ينتمي للحزب الاجتماعي مرايما بإلقاء خطاب حول مسؤولية اليابان عن الحرب، واعتبر أول خرق للموضوع حتى الآن. 試合と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。この歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。所以当年他讲话的时候，还有我们国内也有很多人批评。
啊，你怎么那个态度？好像意思是态度不是那么的明朗，或者什么不是那么他这个深刻。但是要知道，他是在那种日本那种社会下，所以他毕竟是顶了很大的压力，毕竟是反映了相当多的那种进步力量的声音。وفي عام 2013 عبر شينزو أبي بعد توليه الحكم عن أنه لن يتبع أو يرث نهج خطاب موراياما وفي عام 2014 قال بشكل عكسي الأمر نفسه بالنسبة لخطاب وزير الشؤون مجلس الوزراء كونو عام 93 حول قضية النساء التي رافقن الجيش الياباني في الحرب حيث انتقده أبي ووصفه أنه جلب الكثير من المتاعب لن جاءوا بعده عبر عن عزمه إجراء تحقيق حوله 一直到今天日本人都讲啊说中日邦交正常化以后我们在正式的文件正式的场合里边对中国有过22次的道歉但是日本的道歉非常有特点，每一次道歉以后几乎不出一个月，总要有另外一方面的我们所说的右翼的政治家要站出来，来对这个事情进行否认。وقد علقت مجلة الدبلوماسية الأمريكية على شينزو أبي أنه يبدو في صورة شخصين مختلفين أحدهما أبي المحافظ القومي الذي يدعم تغيير كتب التاريخ المدرسية ويشكك في شرعية محكمة طوكيو والشخص الثاني هو أبي العملي الذي يريد الاندماج والتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية فأيهما يمثل أبي الحقيقية وكيف يمكن أن نحل ذلك للتحول الذي يحدث بينهما؟ إن هذه التناقضات والمواقف المتذبذبة تعكس في حقيقة الأمر عدم وجود مواقف صادقة لدى الشخصيات السياسية والتاريخية والمنظمات السياسية اليابانية وهذا ما أدى إلى تحول المجتمع الياباني نحو اليمين